طبعا اليوم زي ما ذكرنا افطارنا فخم، افطارنا ان شاء الله يكون من ألذ الافطارات في جازان. طبعا افطارنا اليوم في ماريو، تتابعوني ان شاء الله راح نقول لكم جزء من البوفيه الموجودة في ماريو. طبعا هذا هو الفخم اللي نتكلم عنه، هذا هو المكان اللي راح نفطر فيه اليوم ان شاء الله. طبعا باقي شيء فخم راح اطلع لكم من داخل. اكيد تشوفون شيء فخم. هذا جانب من الخبز الموجود. وهذه بعض السلطات والمقبلات وبعض المكملات. هذه وجبات الفطار الموجودة. وهذه مغشات جازانية. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طبعا كان الإفطار ما شاء الله لذيذ وفي مكان فخم. وكما أعلنا الماريوت مسوي عروض للإفطار والسحور، 5 أشخاص السادس مجانا في أول أسبوع في رمضان. أيضا للمجموعات فوق 25 خصم خاص لمتابعين جازان لايف في أول أسبوع في شهر رمضان. أيضا الخصم الأخير الحاجزين قبل 3 أيام والمؤكدين حجزهم خصم 15% طيلة شهر رمضان المبارك. ألقاكم إن شاء الله في إفطار آخر وفي مكان آخر وفي أمان الله.